روما وشخصية مورينيو يلي مأثرة كتير على طريقة لعب روما. الخطط واضحة، تمركز اللاعبين قصة كبيرة، إيصال الطابة بسلاسة وبسهولة على منطقة الخصم. 4-0. هلا بغض النظر عن إنه فريق طالع جديد على الدرجة الأولى، ولكن بداية جيدة لسبيشال 1. أول مباريتين 6 نقط. واضح إنه الفريق بلش ياخذ أفكار مورينيو الخططية حرفياً. تامي أبراهام انتداب أكثر من جيد، وكرمال ما تزعلوا مني، اكثر من جيد جدا اذا بدكم. بس لحظه، هالمباراه مش مقياس. الصوره تقريبا بلشت شوي توضح. الروما، شكل الفريق، روح اللاعبين، كاريزما مورينيو، تفاعل بعض المباراه مع اللاعبين والجمهور عم يعطي هالدفعه المعنويه والزايده للاعبين روما. هذا السبيشال 1، ممنوع الغلط ابدا.